بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، يشرفنا اليوم باسم برنامج في ربوعنا أن نقدم هالشهادة الفائز الأول في مسابقة في ربوعنا للتصوير الفوتوغرافي خونا عبد الناصر العجم. السلام عليكم ورحمة الله، نشكر جميع فريق عمل بربوعنا على هذه البادرة الطيبة واكتشاف العديد من المواهب، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وكذلك المصداقية في العمل والإخلاص له، وشكرا للجميع ولعونوني الكل على الحاجة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اليوم تشرفنا أن نجول في طناسة أول مرة باسم برنامج في ربوعنا باش نكرم أخونا محمد بن إبراهيم وأخونا أحمد صالحي اللي ربحوا معنا في مسابقة في ربوعنا للتصوير الفوتوغرافي. أحمد بن إبراهيم المرتبة الثانية، أحمد صالحي المرتبة الثالثة. السلام عليكم، والله نشكركم على التحية ذي اللي عطيتونا في فطناسة، وإن شاء الله تقدم أكثر لمجموعة في ربوعنا، وإن شاء الله تكبر المجموعة وتكون عندها شعبية كبيرة جدا في بلي إن شاء الله. يعطيكم الصحة يعني على الحركة ذي، إن شاء الله ديما في تقدم من حسن إلى أحسن كما نقولوا، حركة باهية معنا نشاط للبلاد، وإن شاء الله من أحسن الأحسن.